نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية فعالية مبادرة التعليم حياة بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بالمحل. تأتي المبادرة بهدف تنمية مهارات الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، حيث تستهدف تدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع التكنولوجيا ومنحهم شهادات معتمدة. تواصل مبادرة حياة كريمة دورها في كافة محافظات الجمهورية من أجل النهوض بحياة المواطنين في كافة القطاعات، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين. في محافظة الغربية أطلقت مؤسسة حياة كريمة فاعلية مبادرة التعليم حياة بإحدى المدارس الثانوية بمدينة المحلة بهدف تنمية مهارات الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. الفعالية بتستهدف بعض الأنشطة الحركية اللي بتنمي روح التعاون لدى الطلاب والعمل بروح الفريق. في الإطار ده بيتعرضوا لأسئلة تخص المهارات التكنولوجية، بيجاوبوا عليها خلال مراحل الأنشطة اللي بتحصل النهاردة. ده طبعا من ضمن فعاليات مسابقة أشبال مصر الرقمية. جايين نازلين بفعاليات تعليمية لأبنائنا طلبة المراحل التعليمية المختلفة، بنعمل لهم تدريبات ورفع قدرات على الشغل على المنصات الإلكترونية، وإزاي بنشتغل على مع التكنولوجيا والمواكبة للتطورات الحديثة. تهدف مبادرة التعليم حياة إلى دعم الطلاب بقرى الريف المصري ونشر ثقافة التعليم الرقمي بقرى حياة كريمة، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الدولة، وأصبح التحول الرقمي موجودا وبقوة في كافة أوجه الحياة للمواطنين. كانت تجربة لطيفة جدا، بما أننا احنا دلوقتي لعبنا ثلاث ألعاب. الثلاث ألعاب دول كانوا بيعتمدوا على أنهم بيطوروا علينا شوية، لأن احنا بنشتغل في تيم وورك، عمل جماعي. فاتعرفت على ناس ثانية من حتى من محافظة، مش من الغربية بس، لأ من محافظة كفر الشيخ. تعلمنا ازاي نشتغل مع بعض، يبقى احنا عندنا حاجة اسمها روح الفريق، محدش يشتغل كده لوحده. أنشطة جميلة جدا، خلتنا نتعلم ازاي اتعاون مع زملاتي، وتعلمنا حاجات ان هو الروح الرياضية والاستمتاع بالوقت اللي احنا قضيناه هنا. وتعد مبادرة التعليم حياة داعما وبقوة لمحور بناء الإنسان والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان، حيث تستهدف تدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع التكنولوجيا ومنحهم شهادات معتمدة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.